زين حاطين لها الاغنيه ليش؟ ايش حقه؟ اي معاريس؟ ماكو معاريس، محكور مفضوحين قاعد يمي. نرحب فيك ومسي عليك بالخير فرح الهادي، وطبعا كان ودنا يكون معانا عقيل الرئيسي في هذا اللقاء، وان شاء الله متى راح تعلنون عن موعد زفافكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شي فجاه سبرايز سؤال. صداقة ترى بيننا احنا فريندز، بس يعني ما تدري ايش يصير بعدين. حياك الله، بس انا ما راح ابلش معاك من هني، خلينا نبلش قبل موضوع الزواج. امس كان عيد ميلاد طبعا عقيل، شنو جبتي له هدية ولا اكتفيتي بكيكة؟ جبت له الكيكة اللي يحبها، وجبت له جنطة جوتشي بخاطرة، وجبت له لابوتان بخاطرة، وجبت له سوارة كارتير بخاطرة. كل هذا ما تبين تتزوجون؟ صديقي يعني بخاطره، انت صديقتك شيء عنها فيه، ما تبي لها شيء واحد؟ لا بس يعني لا بس فرح، ليش يستاهل؟ يستاهل اكثر. بس فرح ليش للحين يعني خاشين خلينا نقول موضوع زواجكم؟ متى ودكم تقولونه او تعلنونه بشكل رسمي؟ شلون زين شلون انتوا ان اكتشفتوا ان احنا الحين نتزوج؟ الحين لو تدخلين تسوين اي سيرش على طول فرح مع زوجها عقيل. مو زوجي، صديقي وزميلي. ما ادري هذا اللي الحين قاعد يتداول يعني، فبعد ما سالنا قالوا اي يعني هم حاطين بالهم في خطوبه يمكن بعد الصيف مثلا. يمكن، ايش دراكم؟ ان شاء الله. بس ما تبي تقولون ولا تعلنون؟ ماكو شيء، ماكو شيء نعلنه، بس الله يكتب لي فيه الخير. معناها بكلمتك الله يكتب لي فيه الخير معناها ان في شيء مقبلين عليه، يعني ظهوركم انتوا الاثنين دائما مع بعض، دائما متواصلين، كل ما نشوف عقيل لازم يكون موجود يمه فرح، حتى بالتسوق ونزلت السوق انت وياه مع بعض. لان احنا دائما باللوكيشن مع بعض، عندنا عملين مع بعض برمضان، وعندنا مسرحيه مع بعض، في البروفات مع بعض، لوكيشن مع بعض، هذا كله من شهر 10، وغير كذي صورنا فيلم هامه بماليزيا هم كنا مع بعض، فوايد اشياء مع بعض غير الاعلانات، يعني الناس قاعد تشوفنا مع بعض فما تدري ان هذا كله وراه شغل. بس يعني اكثر تواجدك مع عقيل في وقت العمل، ما هو مثلا اوقات ثانيه. بس هم مرات يعني نطلع مثل ما قالت نتسوق، نروح مطاعم. مو عشان كذي يمكن هذا عطى مؤشر حق اي واحد يشاهدكم او يشوفكم انه خلاص مخطوبين، لانه كعرف وعادات تقاليد ان اكثر يعني بنت تطلع مع ولد في كل خلينا نقول الاماكن، معناته انه اكيد ان شاء الله في خطبه وفي. هو يعني مثل ما قلت صديقي، بس يا اخي خلونا انزل تصدق، ترى في ناس والله يعني بس انا ما قاعد يعني نفس ما قالت هي عادات وتقاليد. انت وين اهلك عنك بهذه الطلعات مثلا؟ انا اهلي معطيني حريه، واثقين فيني، طبعا هذه الحريه انا ما يعني اكيد في حدود، وبس يعني قاعد اسوي كل شيء قدام الناس. عادي تنزلين معاه الافنيوز؟ عادي تمشين معاه بالسوق؟ وايد، وحتى انتشر لنا فيديو احنا بالافنيو. بالضبط هذا اللي انا بوصل له، انه انتشر لك فيديو معاه بالافنيوز، وكنتوا اثنينكم قاعد تتحاشون الكاميرات. اي الله يسلمك، لان هذه كان في احنا تكلمنا عن هالموضوع، كانت وايد قالت حكي يعني ما ينقال، فما كنت ابيها تصورني، ما ادري هي شنو راح تقول، وصدق انشرت الفيديو ومكتوب كلام يعني ما عجبني. في انتقادات وايد تجيكم تسمعونها؟ وايد. تاثر عليك؟ مو وايد، لان انا ادري انا شنو قاعد اسوي. يعني لو شنو اسوي الناس راح تتكلم. الانتقادات ما هي صحيحه تعتقدين؟ والله كل واحد وعقليته، كل واحد تفكيره، ثقافته، احنا يعني مثل ما قلت قبل شوي انا اهلي معطيني حريه. هم يدرون هذا الشغل، غير كذي انا اطلع لايف قاعد اسوي كل شيء قدام الناس بسناب، قاعد يشوفونا برمضان عندنا اعمال، فما قاعد اسوي شيء بالخش والدس، قاعد اسوي شيء قدامكم كلكم. جميل، خلينا نرجع إلى يمكن أول لقطات تمثيلية شافوك فيها المتابعين، كان مسلسل الهدامة أتوقع. قبله كان فضة قلبها أبيض، اللي بعده الهدامة. إي بس أكثر ظهور لك وايد واضح كان اللي هو الهدامة. البنت اللي كانت عايشة في أسرة فقيرة وحدثت الحادثة، يمكن هذه تاريخ الكويت. كان يمكن هذا المشهد أو المشاهد اللي مثلتيها كانت تعطي طابع غير. افتقدتي مثل هذه الاعمال؟ وايد طبعا، انا وايد حبيت هالعمل، وايد حبيته لدرجه ان انا مستعده اعيده من كثر ما انا حبيته. صدقنا في مشاهد وايد فيها تبهذل، مطر، صراخ، بكي، بس وايد حلو، وايد وايد انا احبه، وايد احب هالعمل. والشغل طبعا مع محمد دحام الشمري اوجه له الف تحيه، استاذ وايد شغل معه راحه، فوايد يعني استانست بهالعمل الحمد لله.
بالآونة الأخيرة قاعد نشوف أن وايد فنانين قاعد يتزوجون من بعض، وذلك سعيا للشهرة مثلا بوسائل التواصل الاجتماعي، وسعيا لكسب المادي، بالذات مثلا فلان وفلانة يشتغلون مع بعض بعمل واحد وتشوفينهم بالسوشيال ميديا مرتزين مع بعض، ممكن يتهاوشون على السوشيال ميديا ويحبون بعض بالسوشيال ميديا. هل وجودك مع عقيل هو يعني الدرجة الأولى أو الستب الأولى للوصول لهذا الشيء؟ طبعا احنا ما قاعد نستغل بعض مثل ما قلتي، كلش ما قاعد نستغل بعض عشان شهرة او علشان شيء. بس يمكن هو استغلك. لا ليش؟ انت مشهورة اكثر منه. اي بس ما له شغل، يعني احنا اثنيناتنا ارتحنا حق بعض وايد، اثنيناتنا نبي الخير حق بعض وايد. بس بصراحة انا استفدت من عقل وايد، يعني وايد غيرني للاحسن، وايد ينصحني باشياء، وايد استشيره باشياء، وصدق يعني الاشياء اللي يقول لي سويها صدق تنفعني وايد. بكلامك هذا قاعد تأكدين كلام الناس اللي يقول ان عقيل فاد فرح وايد، انه غير ستايلها خلاها مودرن اكثر وايد. صارت لون شعرها تغير، شكل جسمها تغير، لبسها تغير. اوكي شو المشكله؟ عادي يعني ترضين يعني يقولون كلمه كشخها؟ لا ممكن، انا من زمان البس، اعرف البس واعرف الستايل، بس في تعليقات قريتها ان فرح تقلد ستايل عقيل. اوكي شو المشكله؟ هو قال لك كذي لبسه، شو انت تقلدين ستايل عقيل؟ يعني هو شاب وانت شابه، شنو انا صراحه عادي البس، وايد البس رجالي. عجيب. اذا اللي يتابعها بالسناب شات او بالانستغرام يشوفها وهي تلبس جاكيتاتها. اي البس صدق بعد البس جاكيتاتها. في هذا البوست بالذات واحده كاتبه ستايل فرح صار نفس ستايل عقيل. اوكي انا اقول لها ان انا لابسه جاكيته، شو مشكلتك؟ ايش حرج؟ لبسي نفسه. يعني انت تاكدين انه هو اللي ساعدك بتغيير لوكك، وبالذات ان البنات يمكن بالفتره الاخيره، انا يعني هذا الكلام غير صادر مني لكن هذا انا قريته بالكومنتس عندك بالانستغرام، ان فرح كنتي شيء واصبحتي شيء اخر، بدليل انه يمكن يقولوا لك عمليات تجميل وايد كانت عاديه صارت حلوه. ايه بدلت راسها، عندها بدلت راسها وايد. حتى انا بعد عادي اضحك على هالشيء، اقول احط صور قديمه واكتب راسي القديم. المهم انا ما سويت عمليات تجميل، وعادي اقول انا بسوي خشمي قريبا ان شاء الله، بعد العيد راح اسوي خشمي. بس الاشياء اللي انا سويتها ابر ترى، بس وايد ناس تسويها بكل الاعمار، يعني من عمر 16. ما سويتي خشمك فرح؟ وين خشمي نفسه كان زين مسويته، ودي راح اسوي ان شاء الله سون. على العموم نبي ننتقل الى موضوع يمكن الامور الفنيه اكثر. عقيل الله يكون بعونه على مصاريف الزواج القادمه بس ها تعزمونا تدزون لنا كرت حق برنامج عسيف ان شاء الله. ان شاء الله طبعا نقول لك العام انتم بخير، امس كان عيد ميلاده وان شاء الله مبارك له في زواجه ان شاء الله. بعدين شوف الخاتم اللي بيدها طالب. هي هذه بدايته الخطبه. هو يعني خاتم خطبه واضح، بس هي ما تبي تعلن عن الموضوع. ما ادري ليش ما يبون يعلنون، ولكن يعني صالحكم تعلنون افضل ان تكون ما نبي نتسرع. يعني ما نبي نتسرع يعني زي. وبالذات حاططها باليمين يعني، وحاططها باليسار بعد. خلاص غير قول لنا. اذا الاعمال الدراميه حبيتيها وايد، ولك عمل الان قادم في رمضان، شنو العمل هذا؟ عندي اربع اعمال. اربع اعمال برمضان. عندي اول شيء تعب تراضيك، وبطبع، وكلام اصفر، راح اكون ضيفه شرف. يمكن في وايد ناس ما تدري ما تعرف المعلومه، انا راح اكون ضيفه شرف. وتوني قبل امس او امس بلشت قاعد اصور مسلسل كان في كل زمان، عندي ستوري حلقه يعني قصه راح تكون ثلاث حلقات بالعمل. طبعا ادوارك مختلفه في الاعمال كلها. وايد وايد مختلفه. تعبت راضيك بنيه قويه تاخذ حق اهلها، تدافع عنهم يعني ما تسكت. وطبعا كان براسي القديم. اللي كان غير شعري اسود طويل. مسلسل بطبيع كوميدي هو، بس انا مالي بالكوميديا وايد. دوري راح يكون، ما بيحرق، بس راح يكون شويه يعني شي شيطانه نصابه. باللوك الجديد ام باللوك القديم؟ اللوك الجديد. اي عرفتي تي تنويع برمضان. اي اي راح تشوفون وايد لوكات. وكلام اصفر دور وايد جديد، يعني حتى الكاست قالوا لي انت اول مره شفت بهالشخصيه، شلون فرح شي قاعد تسوي؟ راح يكون دور كوميدي، واتوقع من الاعلان في وايد وايد بنات استانسوا على الجمله اللي قلتها. شنو الجديد بالشخصيه اللي تكلمتي عنها؟ ما اقدر احرق يعني في النهايه عمل كوميدي اكيد. هو ميكس عمل كلام اصفر.
بس انا شويه يعني. بس في شيء راح يلاحظونه المشاهدين انه فعلا غير؟ اي وايد وايد يعني الناس تعودت علي بدور البنيه المسكينه الطيبه اللي قاعده تبكي، هذا غير يعني وايد. بهذا العمل او الاعمال اللي راح نشوفها برمضان ان شاء الله راح نشوف تقدم فني عند فرح. طبعا يعني ما شاء الله انت من 2007 وانت مستمره 10 سنين، فان شاء الله هالسنه راح نشوف تقدم بالعمل الفني. راح نسمع اجابتك لكن بعد الفاصل الاعلاني. يمكن قدمتي فرح اعمال كثيره والناس حبوك في بعض الانماط خلينا نقول، هل انت تشوفين نفسك في الكوميدي افضل من الدراما انت من ناحيتك؟ لا الدراما انا عندي افضل بالنسبه لي. والناس ردود افعالهم شنو؟ انا للحين ما سويت ولا شيء كوميدي، قلت لك راح يكون كلام اصفر اول شخصيه اقدمها بهال كوميدي. تتوقعين يعني راح تنجحين فيها؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني رده فعل الكاست حتى عقيل قال لي شيء وايد حلو يعني، فان شاء الله ان شاء الله اكون قد. لا دام عقيل قال لك انا متاكده انك انت راح تمشين بهذا المسعى. زين خلينا نتكلم عن النضوج الفني اللي ذكرناه قبل الفاصل، هل راح يكون في نضوج فني ب 2017؟ ان شاء الله ان شاء الله، غير يعني الناس راح تشوف فرح صدق يعني. عرفت اختار ادواري، قبل ما كنت يعني عارفه اختار دوري بصراحه، لان انا ما كنت ابي اكمل بالمجال الفني، ما كنت ابي اكمل، فيعني كنت ماخذتها كذي يعني هوايه، بس الحين انا بس خلاص راح اطلع بقوه. شنو الاساس اللي اعتمدتيه، الاساس الفني اللي اعتمدتيه الحين باختيار الادوار هذه؟ هل هو راي يكون عقيل ام ليش عقل ندخل بكل شيء؟ انت اللي قلتي قبل شوي. شنو قلت؟ انت كل ما قلنا شيء قلتي انا اخذت راي عقيل، عقيل قال لي. اي صدق بعد يعني هو صديقي لازم اخذ رايه. شنو كان سؤال؟ شوف يوم ذكرنا عقيل نسيت السؤال بكبره، نسيت السؤال بكبره يوم ذكرنا ان عقيل اعطاك راي بالنضوج الفني، وعلى اي اساس اخترتي اعمالك بهذه الموسم؟ هل نفس ما ذكرتي لان عقيل قال لك ولا لان انت عندك اساس ثاني؟ لان يعني قاعد اختار شيء جديد ومسويته، ادوار حلوه مع يعني مع فنانين كبار، يعني هذا اهم شيء يكون. بس والله شنو تاخذين براي منو اذا بغيتي تختارين مثلا دور معين غير رايك الشخصي وغير راي عقيل؟ مخرج معين مثلا تربطك فيه مثلا علاقه، تثقين برايه فنانه للاسف يعني في وايد احد من اهلك وايد مخرجين انا وايد ارتاح معهم بالشغل استانس عليهم، بس للاسف ما في بيني وبينهم اي تواصل، بس عقيل يعني بعض صديقاتي. يعني انت بهالعمر اللي فيه حاليا قمت تعرفين تختارين؟ الحمد لله الحمد لله، يعني قمت اعرف ان انا ما اكرر ادواري، اختار شيء جديد. ليش ما شفناك مع حياة الفهد بالآونة الأخيرة؟ يعني ليش ما كان من ضمن خياراتك، أو أنت ما كنتي من ضمن خيارات أستاذتنا حياة الفهد؟ طبعا يشرفني وايد، أحب أن أنا أشتغل مع الأستاذة أم سوزان، أوجه لها ألف تحية، بس للأسف ما كان في أدوار يمكن تناسب عمري أو الشخصية ما كانت تناسبني. أذكر مرة طلبوني حق دور بمسلسل تراثي سويته بيات النخي، قالوا لي شيل التقويم، فما قدرت أشيل التقويم للأسف، مع أني كنت وايد حابة عشان لأن الدور قديم نوعا ما. إي مسلسل تراثي كان. زين دائما إحنا نسمع في بعض المشاكل بين الفنانات، سواء كانت غيرة سواء كان بعض المنافسة خلينا نقول، يمكن توصل إلى المنافسة الغير شريفة بحيث أن هي خلينا نقولها تحفر لك مثلا، تتكلم من وراك، خاصة بجيلكم يعني بشكل كبير صار، شلون تتعاملين مع هالمواقف؟ طبعا الوسط الفني انا يعني وايد سامعه فيه هالسوالف، بس انا ما احتك باحد، ما ارتاح حق اي احد، يعني حتى انا الناس تعرفني فرح الهاديه اللي بحالها بس تسوي شغلها تخلص، لان انا يعني ما احب احتك، هو شغل بس والله الحمد لله ما تعرف. احس هذا الكلام المنمق، لانه يمكن ما في فنانه استضفناها بعسيف وسالناها عن مشاكل الوسط الفني الا قالت انا ما احتك. لا صدق يعني هذا صدق، يعني ناس تعرفني ما قاعد اكذب. زين
بعد ارتباطك بعقيل بصداقة مع عقيل صداقة مع عقيل ما خسرتي ناس وايد، ما خسرتي صديقات، ما خسرتي أحد من الوسط الفني؟ لا ما عندك مشاكل؟ كلش، حتى صديقاتي يعني مقدرين إن أنا لما أكون مع عقيل قاعد أكون معاه حزت شغل وبس. جميل، سمعنا أن عندكم فيلم سينمائي الآن. هامة نعرض بالسينما شهر 2. اي لا اللي انعرض الهامه لا اقصد فيلم جديد. ما في فيلم؟ ما في فيلم جديد؟ كلش. بس عندكم مسرح؟ اي مع الحملي ان شاء الله، مسرحيه ماما نانا. ماما نانا، شنو فكره المسرحيه؟ دائما الحملي عنده افكار جدا مميزه وغريبه. فكرتها ان احنا كل الكاست اطفال بالحضانه، وعاد شوف شنو يصير، خيال طفل لوين يوصل. انزين ننتقل الى موضوع اخر وهو الاهم، اللي انا راح اتم وراها لاخر الحلقه لين تقول لي متى موعد العرس. ابي اعرف متى موعد العرس. تو الناس ما بيستعجل. صدق الحين هذا الختام، ختامها مسك. فخل نسمع كلمه حلوه منك حق عقيل بمناسبه عيد ميلاده. ومره واحده قولي لنا متى موعد العرس. عشان هو يركب نفسه، ترى مصاريف العرس ترى تكلف. اي الله يعينه. قاعد اقول له عقيل خش خش فلوسك شوي من اجرك علشان المهر. انزين صدق ترى على العيد بعد العيد. شنو هو؟ خل نعيد. انت قلتي وجهي له كلمه. انا اعطيتك لي اخر سنة. انتم الحين اصدقاء. اي يعني في النهايه عقيل اكيد راح يخطب ويتزوج. اي اذا يوم من الايام ياك قالت مثلا فرح انا عجبتني البنت هذه ابي اخذ رايك فيها مثل ما انت تاخذين رايه في كصديقه. كصديق صحيح. شنو راح يكون رايك؟ اذبحها. ليش؟ بس خلاص اتوقع خلاص هذه اجابه. هذه اتوقع يعني اجابه كافيه ووافيه. الخياط خلي يجهز روحه لانه هو راح يكون ان شاء الله العازف في فرحكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك لك ان شاء الله في ما تسعين له ان شاء الله باذن الله في الامور القادمه يمكن والاعمال القادمه. احنا نشكرك على وجودك اليوم معنا في برنامج على السيف. ثانك يو. كنا نتمنى يكون عقيل موجود معنا ولكن الله يعينه، هو للحين ما زال باللوكيشن ويمكن ظروف العمل. كل الشكر لوجودك معنا، انا وايد استانست معك ولا تعتبرين هذا ضغط، هذا تشجيع للامام. بالعكس، ودائما اسعي للزواج. احنا هالايام الحريم لازم يركضون ورا الريايل بالزواج. انا شي خلوني مرتاحه سنجل. بس الخاتم ما شاء الله يبرق بيدك. الخاتم عادي يتغير مكانه. اذا نختم معك فرح الهادي، يعطيك العافيه قواك الله. وفي النهايه احنا مشاهدينا خلصنا، نقول لكم تصبحون على خير والموضوع عند الخياط الحين.